طيب تعالوا نكمل اللي قلناه المرة اللي فاتت. نشوف، تعالوا ناخد مسألة كده كمان على العزوم فيها شكل تاني. هو العزوم طبعا أفكاره كتيرة أوي، بس قدر الإمكان حسب الوقت المتاح. أوجد القياس الجبري لعزم قوة مقدارها 10^2. قوة مقدارها 10^2 ثقل جرام، وتعمل في ألف ب. آدي القوة، تعمل في ألف ب، حيث نقطة ألف إحداثيتها 4 و4 ونقطة ب 5 و3. وبيقول أوجد القياس الجبري. القياس الجبري يعني القيمة العددية بإشارتها زي ما هي. في فرق بين القياس الجبري والمعيار. المعيار يعني القيمة العددية الموجبة. القياس الجبري يعني القيمة العددية من غير اتجاهات، القيمة العددية بإشارتها زي ما هي. عايز القياس الجبري لعزم القوة دي حول نقطة الأصل الواحد. هنا بقى عشان أجيب عزم القوة حول واو، لو فاكرين أنا في الأول خالص قلت لكم لو قدرت أجيب طول العمود النازل، عايز العزم حول واو يبقى الدوران حول واو، يبقى واو دي مركز العزم. لو قدرت أجيب طول العمود لام يبقى أجيب القياس الجبري للعزم يساوي مقدار القوة في طول العمود. عشان نجيب هنا طول العمود ممكن، بس لازم تجيب معادلة المستقيم. وفي درس خدته في الهندسه التحليليه في سنه اولى ايجاد طول العمود النازل من نقطه على مستقيم. اعتقد انكم مش فاكرين الدرس ده، فيبقى هنرجع لحاجه غالبا هتبقى موجوده في عقلكم اكتر اللي هي هجيب العزم بالضرب الاتجاه الاول كمتجه. تقول لي ازاي؟ مش محتاج عمود بقى، العزم الاتجاه بالمتجهات يبقى ريه ضرب خاء. وريه مش لازم تبقى عمودية على القوة. ريه هوصل من مركز العزم لأي نقطة على خط عمل القوة، ألف أو ب أو أي نقطة. تعالوا نجيب ريه. ريه بتساوي واو ألف اللي هي ألف ناقص واو اللي هي 4 و4. طيب جبنا متجه الموضع. يعني أنا هقول كده الحل. ر بتساوي 4 و4. تقول لي طيب ما انت بقى ما دام هتشتغل بالمنتجات هتقول ر يبقى العزم على واو يساوي ر ضرب اتجاهي قاف. عندك متجه الموضع ر، يبقى لازم تجيب متجه القوه. ودي بقى الشغلانه اللي احنا هنعوزها. ادي ر. القوة أنا عندي مقدارها أو معيارها 10^2. إزاي القوة؟ إحنا متعودين دايماً لما يكون عندي متجه القوة أحوله أجيب معيارها. مديني متجه القوة ضرب بتساوي مش عارف 3 سين زائد 4 ص مثلاً. أقول لي يبقى إذا معيار القوة يساوي الجذر التربيعي دي تربيع زائد دي تربيع يساوي 5. طب العكس بقى، لما الاقي القوة مديهاني معيار عدد يعني وعايز ارجعها متجه، اعمل فيها ايه؟ اعملها ازاي دي؟ دي فكرة حلوة. ازاي القوة كقيمة عددية اخليها الصورة المتجهة، اديها اتجاه. تقول لي بسيطة، نلزق لها متجه نحطها على المتجه. مش القوة دي بتعمل في المتجه قريب؟ تعالوا نجيب المتجه قريب. متجه ا ب اللي هو ب ناقص ا، ب ناقص ا هتبقى 1 و-1. ده المتجه ا ب. بما ان ق توازي ا ب، ما هي بتعمل في ا ب يعني بتوازي ا ب. شرط توازي المتجهين ان كل منهما يساوي ثابت في المتجه الثاني. لو المتجهين ق و ا ب متوازين وفي اتجاه واحد الثابت ده يبقى موجب، لو متضادين يبقى ثابت. المهم القوة بتساوي ثابت ك في ا ب، أي أن ق بتساوي ك في 1 و-1، أي أن ق بتساوي ك في 1 و-ك. كويس أوي. تقول لي بقى إحنا كده مش أنا القوة كده
دي كاف في اتجاه الشمال ناقص كاف في اتجاه الصلاه، يبقى حولت القوه من عقل هنا او بحاول اخليها تبقى متجهه. تقول لي بس ما انت جايبها مجهوله، مين كاف دي؟ بسيطه، عشان اجيب كاف هجيب معيار القوه من هنا واسوي المعيار اللي هو مديهولي. اذا معيار القوه يساوي الجذر التربيع، الكاف تربيع ودي تربيع، هتبقى كاف تربيع، اتنين كاف تربيع جذرهم بكاف جذر اتنين. طب ما هو معيار القوه هو نفسه مديهولي ب 10 جذر اتنين، اذا كاف بتساوي 10. طب خلاص تمام، ما دام كاف ب 10 يبقى اذا قاف بتساوي 10 س و سالب 10 ص. بقى عندي متجه الموضع ومتجه القوة، أجيب العزم بقى، إذا العزم حول واو يساوي ر ضرب قاف يساوي 4 و4 ضرب 10 وسالب 10، يبقى العزم حول واو يساوي سالب 40، دي 40 سالب 40 ناقص 40 عين متجه، يبقى سالب 80 عين متجه، ده متجه العزم. اذا القياس الجبري للعزم حول واو يساوي سالب 80 وحدة عزم، اللي هي. طيب تيجوا ندخل، انا كل ما افكر ادخل في درس جديد الاقيني عايز اديكم فكره تاني على الدرس ده عشان نستوعب، بس احنا محكومين بالوقت المتاح. عموما هنعوض ده بان احنا مصورين لكم مع المحاضره الورق فيه مسائل وحلولها، المسائل اللي لحقنا نحلها والمسائل اللي ما لحقناش نحلها. تعالوا نشوف محصلة قوتين متوازيتين. قوتين قاف واتنين قاف متوازيتين وفي اتجاه واحد، ادي قاف وادي اتنين قاف الف وب. طبعا احنا عارفين اذا كان النسبة بين هنا القوتين دول في اتجاه واحد يبقى المحصلة في اتجاههم تقع بينهما من الداخل، تقسم البعد بينهم بنسبة عكسية، يعني القوة دي قد دي مرتين يبقى العكس. المسافة دي قد دي مرتين، يعني المحصلة قريبة من القوة الكبيرة، دي حاجة متوقعة. ما هي القوة الكبيرة تأثيرها أكبر، يبقى المحصلة قريبة من الكبيرة. لو دي قاف ودي اتنين قاف يبقى دي لام ودي اتنين لام. رجع بيقول إيه؟ تحركت القوة قاف مسافة س في اتجاه ج ب أ في اتجاه الشعاع ب أ بحيث تظن الموازية لنفسها. ممكن نحل المسألة دي جبرية، نعمل معادلات ونحلها مع بعض وبتاع، بس في طريقة أجمل من كده. تعالوا نحتفظ بأماكن النقط، يعني نقطة أ أهي. أدي نقطة ب. آدي نقطة ج، دي لام، دي اتنين لام، دي اتنين قاف، فضلت زي ما هي محدش جه ناحيتها. القوة قاف دي اتحركت مسافة س للخارج. طيب برضه القوة دي ضعف دي، يبقى المحصلة تقسم البعد بينهم بنسبة 2 إلى 1 برضه، بس 2 إلى 1 من الطول ده غير 2 إلى 1 من الطول ده، يبقى المحصلة مكانها هيتغير، بدل ما عند ج هتيجي مثلا هنا عند د، هتتحرك مسافة تعالى نسميها ص. طيب كل دي 2 لام، منها ص تبقى دي 2 لام ناقص ص، كل دي لام زي ما هي. خد بالك إذا عرفت تحل أو ترسم زي ما أنا رسمت كده المسألة نحلها في خطوة واحدة. لو قدرت ترسم تحتفظ بيه النقط، نقطة ألف أهي مكانها زي ما هو، نقطة ج أهي، ب أهي، المحصلة اتحركت مسافة ص بقت عند د. أنت عايز بقى يا ترى الص، بيقول اثبت إن ص بتلت س، المسافة اللي اتحركتها المحصلة بنسميها ص
تلت المسافه اللي اتحركتها القوه اللي هي سي. عايز يثبت ان صب تلت سي، هقول له حاضر، هروح قايل له كده. مش احنا رسمنا الرسم ده؟ اذا كنت رسمته صح المساله تتحل بخطوه، القوه الاولى ببعضها المحصله يساوي الثانيه ببعضها المحصله، هيطلع النقطه. هنقول القوه الاولى في بعدها عن المحصله سي زائد ان لما اصلا يساوي القوه الثانيه في بعدها عن المحصله لام زائد ص. قاف مع قاف يبقى س زائد 2 لام ص يساوي 2 لام زائد 2 ص. دي هتروح مع دي يبقى هنا 3 ص بتساوي س، اذا ص بتساوي تلت س. يبقى هي خطوه واحده دي عمليه حسابيه. بالمناسبه هقول لكم على ملاحظه، دايما النسبه بين المسافه اللي بتتحركها المحصله الى المسافه اللي بتتحركها القوه، النسبه بين المسافتين دول كالنسبه بين مقدار القوه المتحركه على مجموع مقدارات قوتين. يعني لو دي 5 ق ودي مثلا 3 ق، يبقى ص هتطلع قد ايه بالنسبه لس؟ كالنسبه بين القوه اللي اتحركت على مجموع القوتين 5 و 3 8. هنا في مسالتنا طلع النسبه بين القوتين، النسبه بين المسافتين تساوي النسبه بين القوه اللي اتحركت اللي هي ق على مجموع القوتين اللي هي ق و2 ق 3 ق. تعالوا نشوف مساله كمان على محصله قوتين متوازيتين. انا احتفظ بالمعلومه دي. هي دي مش موجوده في الكتب، هي دي يعني بالخبره والممارسه. أيوة هي أنا لا ده انا عايز اوحفظها. يعني لما تيجي تقولها علشان ممكن حد يقول لك انا جبتها من ليه؟ لا لا احنا الكلام ده بيتسجل؟ ايوه بيتسجل. خليك على طبيعتك. ممكن حد يقول لك كده، هي يعني بالممارسه. اللي مش عاجبه يجرب. نعم؟ اللي مش عاجبه يجربها. هتلاقيها صح. هتلاقيها صح. طيب بص بقى. الحوار اللي فات ده مع استاذنا الاستاذ طارق والامن يعني يمتلك روح الدعابه يعني الهزار كده، فخرجت معانا بالتسجيل كويس. طيب بمناسبه القوتين المتوازيتين تعال اقول لك حاجه. احنا واخدين في سنه اولى ثانوي دروس من الرياضه ماده تراكميه، يعني ممكن قوي يجيب لك مساله تحتاج لمعلومه من اولى او من ثانيه. احداثيات نقطه تقسيم قطعه مستقيمه ادي الف، خد بالك عشان المساله اللي هحلها تعتمد على دي. دي احداثياتها س واحد وصاد واحد، دي احداثياتها س اثنين وصاد اثنين. وهنقسم القطعة المستقيمة دي من الداخل في نقطة جيم ولتكن احداثياتها س وصاد بنسبة لام واحد إلى لام اثنين. إزاي؟ لو عرفت نقطة ألف ونقطة ب ونسبة نسب التقسيم أقدر أجيب احداثيات جيم. احداثيات جيم اللي هي نقطة تقسيم القطعة المستقيمة ألف ب، هقسمها من الداخل في جيم. ازاي اجيب احداثيات دي؟ الاحداث السيني يساوي القانون بتاعها افكرتهم، لام واحد س اثنين زائد لام اثنين س واحد على لام واحد زائد لام اثنين. الاحداث الصاد يساوي لام واحد صاد اثنين زائد لام اثنين صاد واحد على لام واحد زائد لام اثنين. اما اذا كانت النقطه ج خارج ا ب بنخلي الاشارات دي بالسالب، نفس القانون بس الاشارات بالسالب. هنا المسألة اللي هحلها وبتعتمد على الفكرة دي. بيقول كده تؤثر القوتان قف واحد اثنين وسالب ثلاثة، قف اثنين أربعة وسالب ستة في النقطتين. دي بتؤثر في ألف واحد وثلاثة، دي بتؤثر في ب 4 و9. عايز المحصلة عايز المحصلة وعايز نقطة تقاطع المحصلة مع ا ب.
الاول خالص المحصله طبعا مجموعه قوتين 2 و 4 6 سالب 9. لو عايز معيار هيبقى الجذر التنجد. بس في حاجه بقى اولادي انا لاحظتها دلوقتي وهتساعدني في الحل، اللي هي ايه؟ في شبه بين القوتين دول. لو انت خدت هنا دي هنا قف واحد اثنين وسالب ثلاثة، طيب قف اثنين خد عامل مشترك اثنين هيبقى اثنين وسالب ثلاثة، مش القوة دي هي دي؟ بس مضروب ثابت، يعني بما ان قف اثنين بتساوي اثنين قف واحد، صح؟ طب مش قلنا لسه من شويه ان اي متجهين متوازيين يبقى كل منهما يساوي ثابت في التالي، والثابت موجب يبقى المتجهين في اتجاه واحد، يبقى اذا قف واحد وقف اثنين متوازيان وفي اتجاه واحد. يبقى انا هرسم كده، ادي قف واحد ادي قف اثنين ادي نقطة ألف واحد وثلاثة ادي نقطة ب أربعة وتسعة ودول في اتجاه واحد، يبقى المحصلة تقع بينهما من الداخل وتقسم البعد بنسبة عكسية، مش قلنا قف اثنين ضعف قف واحد دي قد دي مرتين، يبقى العكس المسافة دي قد دي مرتين. ادي المحصلة ولتكن نقطة ج، لو دي لام تبقى دي اتنين لام. ونقول كده اذا احداثية ج هم الاحداث السيني سالب لام واحد سين اتنين زائد لام اتنين سين واحد، لام واحد اللي هي اتنين لام سين اتنين باربعة زائد لام اتنين اللي هي لام في سين واحد بواحد على لام واحد زائد لام اتنين اتنين لام زائد لام هنا يبقى 6 لام ولام 7 لام على 3 لام يبقى 7 على 3 2 في 4 8 دي انا اسف دي 9 يبقى 3 8 1 يبقى 9 لام على 3 ماشي. طب والاحداث الصادي يساوي لام 1 صاد 2 زائد لام 2 صاد 1 على لام 1 زائد لام 1 ب 2 لام في صاد 2 ب 9 لام 2 اللي هي لام في صاد 1 ب 3 على 2 لام زائد 18 و 3 21 لام على 3 لام يبقى 7 من 9 18 و 3 21 على 3 اذا نقطة ج س ب 3 والصاد ب 7 احنا جبنا اهو مقدار المحصلة او جبنا المحصلة وجبنا نقطة تقاطعها مع قلب. نتكلم ايه بقى عن الاتزان العام ولا الازدواج؟ احنا لسه قدامنا وقت. طيب. اذا ممكن واحد اتزان عام. ناخد مسألة على الاتزان العام ومسألة على هو المسافة. مسطرة. مسطرة. طب خلاص. طيب. انا هحل مسألة صغيرة على الازدواج ولو في وقت ارجع للايه؟ لحاجه على الاتزان العام. بالنسبه للازدواج طبعا في اشكال كتير للمسائل. تعالوا نختار مساله صغيره بس فيها فكره حلوه. ألف ب ج مثلث قائم الزاوية في ب طول الضلع ده 8 سم الصرد قوة 6 في ب ألف قوة 6 جذر 3 في ب ج أوجد قوة قاف تؤثر في ألف. عايزين نحط اوجد يعني هجيب من عندي قوة قاف تؤثر في ألف
فتصنع بالإضافة للقوتين دول ازدواج برج العزم. تاني يعني عايز ان انا اجيب له قوة احطها في ألف، اقول له قوة مقدارها كذا واتجاهها كذا. ما هي تتعين القوة بثلاث حاجات، مقدارها واتجاهها ونقطة تأثيرها. نقطة تأثيرها هو نحددها في ألف، يبقى انا عايز اجيب مقدارها واتجاهها. وبعد كده عايز القوة، اجيب له مقدار واتجاه القوة اللي تؤثر في ألف فتصنع مع دول ازدواج. هو المنظر كده ممكن حد يتفوت عليه يقول لك اه قوة في ترتيب دوري واحد يبقى نخلي قوة في الضلع الثالث. اولا دول مش في ترتيب دوري واحد، ثانيا المفروض القوة تتناسب مع اطوال الاضلاع، انا ما عنديش اطوال الاضلاع. ممكن واحد بقى يعني يفكر بشكل كمان اكبر من كده يقول لك طب ما القوة دي ممكن انقلها كده ليه 6 جذر 3، بحيث كده دول بقوا في ترتيب دوري واحد واقفين. ما هو برضه هتقابلك مشكلة إن ما عندكش أطوال الأضلاع علشان تقدر تجيب القوة بتاعتك. إحنا بنفكر مع بعض أهو، ففي فكرة حلوة أوي، إيه رأيكم؟ مش أنا عايز قوة تضاف لدوري فيعملوا ازدواج؟ مش اللي يتقال على القوة كلها يتقال على المحصلة لوحدها؟ لأن المحصلة تنوب عن القوة كلها. طيب بدل ما أقول له هجيب قوة مع دول تعمل ازدواج، هقول هجيب قوة مع محصلة دول تعمل ازدواج. تعال نجيب محصلة دول وهقول له كده نستبدل القوتين 6 و6 جذر 3 بمحصلتهم. المحصلة بتساوي الجذر التربيعي لستة تربيع، 6 جذر 3 تربيع ب108 يبقى جذر 144 12 نيوتن او ثقل جرام زي ما عرفنا ثقل جرام. يبقى دول كده احط بدالهم قوه مقدارها 12، محصلتهم 12. طب اتجاهها فين؟ يعني هي مثلا كده اتجاهها بتميل بزاويه كام؟ تعالوا نجيب زاويه ميلها يا اما هنا على به ج يم مع البتاع، ونجيب الزاويه هنا. ظل الزاويه يساوي القوه اللي بينها وبين ظاهر يساوي 6 جذر 3 على 6 يساوي جذر 3. اذا زاويه ه هي زاويه ه ب 60 درجه، قياس زاويه ه ب 60 درجه. حلو قوي، يبقى دي 60 درجه. ماشي، يبقى انا لما اجي احط بقى قوه، بدل ما اقول قوه تضاف لدول تعمل ازدواج، هقول قوة تضاف لدول تعمل ازدواج. طيب قوة، لما أقول قوة عند أ تعمل ازدواج مع دي يعني متساويتين ومتضادتين، يعني هتبقى شكلها كده. آجي القوة 12 خلاص، وطبعا الزاوية دي قد دي وهكذا، هنقول له كده. إذا القوة المضافة عند أ تساوي 12 ثقل جرام، وتصنع مع أ ب زاوية تساوي دي 60 درجة. وتصنع مع أ ب زاوية قياسها 60 درجة. أدي إحنا جبنا القوة وهو المطلوب أولا. عايز عزم الإزدواج ده بسيطة، إحدى القوتين في ذراع الإزدواج. العزم يساوي احدى القوتين حسب الرسم اللي انا رسمه. العزم هنا سالب قاف 12 في د يساوي سالب 12 في. مش العمود ده لو انت شفت لو خدت المثلث مش اي ضلع من الضلع القائمه وليكن لا يساوي الوتر في جنب قبل 8 يا 6 يساوي سالب 12 في 8 في جا 60 بجذر 3 على 2 يبقى يساوي سالب 48 جذر 3. ناخد في وقت ناخد مسألة على الاتزان العام مثلا؟ ست دقايق سبع دقايق ما بتكفيش. حدث دور تاني لو عندك. طيب
طيب كفايه انه لو حلينا مساله على الاتزان العام، في مسائل حلوه على الاتزان العام بس هتاخد وقت اكتر من الداعي. نعملها فيديو لوحده. نعم نعمل الاتزان العام بعد كده فيديو لوحده. هي موجوده في الورق اللي صوروه. ماشي. ممكن طلبه تذاكره، لو مش فاهمه حاجه تنزل ونرد عليها.